توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا خصوصا دعواتكم الى الاسير صلاه اللهم صل على محمد وآل يجيب المضطر اذا دعاه اللهم اكشف السرانا وبالخصوص من دعونا له اللهم شافه بشفائك وعافه من بلائك وداوه بدوائك اللهم فرج عن أسرانا وأسيراتنا اللهم انصرنا على من ظلمنا يا الله اللهم وارنا فيهم ذلا عاجلا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا سادتي وموالي فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بين يدي حاجاتنا يا وجيها السلام عليك وعلى ولديك العليين السلام عليك وعلى الآخرين آمين رب العالمين وقدمناك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها